بص يا صاحبي، مبدئيا كده اي حد بيلعب ببجي موبايل نفسه انه يحصل على النسر مجانا. فانا عايز اقول لك صاحبي انك محظوظ جدا لانك دخلت الفيديو ده، عشان من خلال فيديو النهارده انا هخليك تحصل على النسر ده مجانا بدون ولا شد، حرفيا بدون ولا شد. كل اللي عليك يا صاحبي انك تتابع الفيديو ده للنهايه، وما تنساش اهم حاجه تحط لايك للفيديو. يعني يا صاحبي اللايك بخسركش اي حاجه، ده بالعكس ده بيدعمني ان انا انزل فيديوهات وان الفيديو كمان ينتشر وعدد اكبر يشوف الفيديوهات والناس طبعا تستفاد وتحصل على النسر مجانا. فإلا صاحبي حط لايك، والله اللايك بخسركش اي حاجة يعني. فحط لايك واشترك في القناة وفعل زر الجرس، واهم حاجة صلي على النبي عليها افضل الصلاة والسلام. ويلا بينا يا صاحبي نروح على الفيديو على طول. طبعا يا جماعة كلنا عارفين الصقر او النسر في ببجي موبايل ب 1500 شدة، واي حد حرفين يا جماعة بيلعب ببجي موبايل نفسه انه يحصل على النسر. فصاحبي انا النهاردة جايب لك طريقة هتحصل بيها على النسر بدون ما تدفع ولا شدة. يعني طبعا مش هتدفع 1500 شدة ولا هتدفع ربع جنيه، مش هتدفع طبعا فلوس ابدا ولا اي حاجة. هخليك يا صاحبي تحصل على النسر ده طريقة مجانية مليون في المية، وطبعا يا صاحبي بدون ما تحط رقم الموبايل الخاص بيك في اي موقع، وبدون ما تعمل اي عروض. هخليك يا صاحبي تحصل النسر ده بكل سهولة، بس يا صاحبي اهم حاجة تابع الفيديو ده للنهاية. مبدئيا كده يا صاحبي خلينا متفقين ان النسر ده مش هنحصل عليه غير من خلال فعاليه. يعني ايه فعاليه؟ طبعا يا جماعه كلنا عارفين بابجي بتنزل فعاليات ان احنا نحصل على النسر مجانا وكده. وطبعا يا صاحبي الطريقه الثانيه اللي احنا هنعملها في فيديو النهارده ان احنا نحصله بشدات. وطبعا يا صاحبي انا هخليك تحصل الشدات دي مجانا بدون ما تدفع ولا ربع جنيه. يلا يا صاحبي على طول نخش في العمل واقول لك على الطريقه، يلا بينا. بص يا صاحبي من خلال فيديو النهارده انا هخليك تشحن شدات ببجي موبايل مجانا، وطبعا هوريك الطريقه السهله جدا اللي هتشحن بيها 1500 شده. هتشحن يا صاحبي 1500 شده بدون ما تعمل اي عروض، وطبعا مباشره بعد ما تشحن 1500 شده تروح يا صاحبي تشتري النسر على طول. او مبدئيا كده يا صاحبي التطبيق ده صادق طبعا مليون في الميه، وطبعا بالاثبات يا صاحبي انا شخصيا يا صاحبي مجرب التطبيق ده وسحبت منه. طبعا ان شاء الله في الفيديو ده هوريك طبعا اثبات السحب. انا سحب منه 120 شده، وال120 شده صاحبي وصلوني في الدقيقه اللي سحبت فيها. يعني يا صاحبي التطبيق ده صادق مليون في الميه. طبعا يا صاحبي التطبيق ده بيشحن جواهر فري فاير وشدات ببجي موبايل، ولكن طبعا احنا عايزين 1500 شده ببجي موبايل. وزي ما انت شايف يا صاحبي التطبيق بيشحن ابتداء من 60 شده لحد 1000 شده، واحنا طبعا عايزين 1500 شده. فاحنا يا صاحبي هنجمع نقاط دلوقتي بالطريقه الجهنميه اللي هقول لك عليها. هتشحن طبعا 1000 شده، وبعد كده ترجع تشحن 500 شده او 600 شده، يعني هيكون معاك 1600 شده تروح على طول تجيب النسر. تعالى يا صاحبي اقول لك على السريع كده طريقه تجميع النقاط، وطبعا هفهمك كل حاجه في التطبيق. اول حاجه يا صاحبي هسيب لك رابط التطبيق في وصف الفيديو، هتثبت التطبيق يا صاحبي وتروح على طول على خانه انشاء حساب. ده طبعا اول ما تفتح التطبيق كده عشان تسجل داخل التطبيق. لو انت طبعا عندك حساب في التطبيق ده هتسجل من الحساب، لو انت ما عندكش حساب هتدوس على خانه انشاء حساب. اول خانه صاحبي طبعا هتكتب فيها اسم المستخدم اللي هو اسمك، تكتب فيها اي اسم. وتاني خانه صاحبي البريد الالكتروني، تكتب فيها اي جيميل. والخانه صاحبي دي طبعا هتكتب فيها كلمه السر، تمام. وبعد كده نيجي على خانه الهاتف، هنا بتكتب اي رقم هاتف، اي رقم تليفون حتى لو مش رقمك. يعني انا طبعا كتبت رقم من 12 رقم، اهم حاجه تكتب اي رقم تليفون صاحبي. وبعد كده صاحبي تيجي في الخانه دي، وطبعا دي خانه ضروريه جدا من غيرها مش هتعرف تخش التطبيق. هتكتب صاحبي الكود اللي قدامك ده عشان اول ما تخش تحصل على 20 نقطه داخل التطبيق. طبعا يا صاحبي 20 نقطه مش قليل، ده طبعا يا صاحبي التطبيق ده بيشحن شدات ببجي موبايل مجانا من نقاط قليله جدا. اول حاجه صاحبي الخانه اللي فوق على الشمال خانه دولاب الحظ دي يا صاحبي، في اليوم ليك 22 لفه في الخانه دي. وطبعا كلنا عارفين طبعا الخانه دي بتدوس على كلمه تشغيل وبتلف وبتحصل من خلالها نقاط. تعال يا صاحبي اشرح لك باقي الخانات، لان هقول لك على ثغره في الفيديو ده ان شاء الله تجمع منها نقاط. وزي ما انت شايف يا صاحبي انا معايا 3500 نقطه، وهقول لك كمان يا صاحبي تجمع النقاط دي ازاي. وبعد كده يا صاحبي خانه زورونا واربح، الخانه دي يا صاحبي هتلاقي فيها طبعا زي ما قدامك كده حاجات كتير جدا. هتضغط على اي واحده هتدخلك على طول كده على مدونه، كل اللي عليك انك بتقعد الوقت اللي هو 140 ثانيه ده اللي انا حطيت لك عليه سهم. اهم حاجه يا صاحبي بتقعد الوقت ده، وطبعا مباشره بعد الوقت بيعطيك النقاط اللي انت دايس عليها. يعني يا صاحبي كل الامر بدون اي عروض وبدون اي حاجه، كله بمزاجك وبدماغك انت. بتضغط لو عايز 60 لو عايز 16 نقطه، عايز 10 نقط، تضغط على اللي انت عايزه.
تعال صاحبك كده اوريك خانة شاهد واربح، الخانة التانية من ناحية الشمال. خانة شاهد واربح دي يا صاحبي بامكانك تحصل على 9 نقاط، 10، 11، 12، اللي انت عايزه من خلال صاحبي اللي انت بتخش على الفيديو. وبرضه يا صاحبي زي الخانة اللي فاتت بتستنى الوقت اللي قدامك ده اللي هو 120 ثانية. يعني انت صاحبي كل اللي عليك انك بتشاهد الفيديو بس، ولا بتعمل عرض ولا بتحط رقم الموبايل الخاص بيك ولا اي حاجة. طبعا يا صاحبي هسيب لك رابط التطبيق ده، اول رابط طبعا في وصف الفيديو ان شاء الله، هتخش على الرابط يا صاحبي تحمل التطبيق، وطبعا هتشتغل على الطرق دي يا صاحبي وهتلاقي التطبيق فيه حاجات جامدة. وطبعا يا صاحبي التطبيق ده بيشحن من نقاط قليلة جدا، وتعالى يا صاحبي اوريك خانة جامدة جدا تجمع منها النقاط. طبعا يا صاحبي الخانة اللي انا حطيت لك عليها سهم خانة اقوى الالعاب. الخانة دي يا صاحبي حرفيا انا مجمع منها نقاط كتيرة جدا. عندك يا صاحبي في الخانة دي خمس العاب، الخمسة احسن من بعض، يعني يا صاحبي خمس العاب افضل من بعض. انت كل اللي عليك يا صاحبي انك بتخش اللعبة زي ما انت شايف، العب الالعاب يوميا لمدة 5 دقائق واجمع النقاط. ودي يا صاحبي حاجة ضرورية جدا، يعني انت لو قعدت داخل اللعبة 4 نقاط فقط وطلعت طبعا مش هتحصل ولا نقطة. اهم حاجة يا صاحبي تقعد 5 دقائق داخل اللعبة دي وبتلعب طبعا اي لعبة. انا مثلا اخترت اللعبة دي، اهم حاجة صاحبي بتخبطش، انت طبعا تختار اللعبة اللي انت نفسك فيها. واهم حاجة طبعا صاحبي تقعد داخل اللعبة 5 دقايق. طبعا انا مثلا وقعت مرة هدوس طبعا وعيد مرة تانية، طبعا كل ما توقع العب مرة تانية. اهم حاجة صاحبي تفضل داخل التطبيق ده لمدة 5 دقايق صاحبي داخل التطبيق، عفوا داخل اللعبة، بتفضل 5 دقايق داخل اللعبة ومباشرة بتحصل النقاط. وطبعا كل ما بتقع بتعيد المستوى تاني، وطبعا يا صاحبي بتاخد النقاط مباشرة بعد ال5 دقايق. تعال بقى صاحبي اقول لك الطريقة ان انا جمعت من خلالها 3500 نقطة. عارفين يا صاحبي طريقة روعة وهتعجبك جدا، ودي طبعا والله يا جماعة ما بكدبش عليكم في حرف، هي دي الطريقة اللي انا جمعت من خلالها النقاط. طبعا يا جماعة خانة كود الدعوة، عارفين يا صاحبي الخانة دي اللي انا جمعت من خلالها النقاط، كلنا عارفين طبعا يا صاحبي اثناء ما انت بتسجل داخل التطبيق ده، وطبعا اكون سايب لك ازاي تسجل داخل التطبيق في اخر الفيديو ان شاء الله، يعني اخر ثانية كده في الفيديو ان شاء الله في اخر الفيديو هخليك ازاي تسجل في التطبيق، هوريك طبعا ازاي طريقة التسجيل في التطبيق ده. طبعا يا صاحبي واحنا بنسجل داخل التطبيق ده بتحط كود دعوة صديق، وطبعا هو ده كود الدعوة الخاص بيه اللي هتحطه. طبعا انت لو ما سجلتش في التطبيق ده وما نزلتوش قبل كده هكون سايب لك طريقة التسجيل في التطبيق ده في اخر الفيديو. فانت يا صاحبي وانت بتسجل في التطبيق بتحط طبعا كود الدعوة الخاص بيا. زي ما انت شايفين كده يا جماعة انا محصل كل النقاط زي ما انت شايفين من خلال انفايت. انفايت طبعا يا صاحبي يعني دعوة، انت من خلال دعوة اصدقائك بتحصل النقاط، زي ما انا كده حصلت النقاط من خلال دعوة اصدقائي. دعيت يا صاحبي كده تقريبا 100 صديق او 200 صديق وحصلت زي ما انت شايف على 3500 نقطة. يعني انت صاحبي تقدر من خلال اصدقائك ان انت تدعو اصدقائك للتطبيق، وطبعا يا صاحبي صديقك اول ما ينزل التطبيق تخليه يسجل بكود الدعوة الخاص بيك انت اللي برضه هتلاقيه في قسم الدعوة. يعني انت صاحبي لما تحمل التطبيق هتلاقي كود الدعوة الخاص بيك في قسم دعوة، وتبدا بقى صاحبي انك تدعو اصدقائك للتطبيق ده. وطبعا يا صاحبي اصدقائك اثناء التسجيل في التطبيق زي ما انت شفت طبعا طريقة التسجيل في بداية الفيديو، فانت طبعا يا صاحبي تخلي اصدقائك يسجلوا داخل التطبيق ده من خلال كود الدعوة الخاص بيك انت، وانت بقى صاحبي ساعتها هتحصل على نقاط عالية جدا وتشحن طبعا 1500 شدة وتقدر انك تحصل النسر او الصقر يعني مجانا. بس كده يا اخواتي الفيديو النهارده خلص، اتمنى يكون الفيديو عجبك. لو الفيديو عجبك حط لايك واشترك في القناة، وطبعا لو واجهك اي مشكلة في التطبيق اكتب لي في قسم التعليقات وان شاء الله ارد عليك في اسرع وقت.